السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فورماسيون اي امبلوا فوتر شين دو ريوسيت. قبل ما نبداو غادي نطلب منكم تشجعونا من خلال لايك ولابونمون باش توصلوا بكل جديد وباش توصلوا بالدروس ديالنا. اليوم غادي نكملوا في سلسلة الدروس اللي مختصة بالبحث عن العمل. اذا في الحلقة السابقة تكلمنا على حصيلة المهارات وشرحنا الأهمية ديالها. في هذه الحلقة كان أو في آخر الحلقة كان سؤال واش ممكن نقوم بهذه حصيلة المهارات بوحديتنا، لأنه ماشي من السهل على الناس كاملين أنهم يمشيوا عند واحد المستشار ديال الموارد البشرية اللي يقوم لهم بهذه العملية هذه. إذا قبل ما نبداو ونجاوبوا على كيفاش ممكن تعملوا هاد الحصيلة ديال المهارات بوحديتكم، غادي نديروا واحد التذكير بسيط لمعنى حصيلة المهارات والأهداف ديالو. إذا في الحلقة السابقة كنا شوفنا أن لو بيلون دي كومبيتونس كيف عندنا أننا نعرفوا شنو هما المهارات ديالنا وشنو هي القدرات ديالنا الشخصية والمهنية من ناحية، من ناحية ثانية كيعاوننا أننا نحللو الأشياء اللي كتحفزنا، نعرفو شنو الأشياء اللي كتحفزنا ونعرفو شنو الأشياء اللي كتانتيغيسينا، يعني اللي كتثير الانتباه ديالنا سواء على المجال المهني ولا المجال الشخصي. كذلك قلنا أن لو بيلون دي كومبيتونس كيخلينا أننا نعرفو شنو هما نقاط الضعف ديالنا، علاش؟ باش نقدرو هذيك نقاط الضعف أننا نحسنوها ونطوروها. وفي آخر شيء قلنا أنه كيمكننا من أننا نديرو سكون أبيل لو بروجي بروفيسيونيل، أي المشروع المهني ديالنا اللي من خلاله كنحققو الذات ديالنا. إذا باش نحققو هاد لي زوبجيكتيف قلنا خاصنا نديرو هاد لو بيلون دو كومبيتونس. هاد لو بيلون دو كومبيتونس إلا بغيت نديرو بوحدي خاصني نعرف أنني خاصني نحترم واحد ربعة ديال المراحل الأساسية. أول مرحلة هي لو دياغنوستيك اي لاناليز، يعني كنقوم بواحد الحصيله واحد الجرد وكندير واحد التحليل. الجرد ديالاش؟ اون في لو دياغنوستيك دو باركور اي سون اناليز، يعني كنشوف هذاك الحياه ديالي المهنيه والدراسيه شنو درت فيها. كنشوف لي زيتود ديالي، كنشوف التجارب ديالي، كنشوف لي ستاج لي دوزت، كنشوف الحاجات اللي كنعرف ليها، كنشوف شنو هما من هادشي كامل. كنحاول نعرف شنو هما لي كومبيتونس، شنو هما المعلومات، شنو هما المهارات، وشنو هما حتى الاشياء او المزايا الشخصيه اللي استفدتها من خلال لو باركور ديالي او لا من خلال الحياه ديالي بصفه عامه، سواء في الشغل او في الدراسه او حتى الحياه الشخصيه. ثاني حاجه ملي كندير هاد لو بيلون لا بروميير ايتاب، يعني كنعرف شنو هي الميزات ديالي وشنو هي المهارات ديالي الشخصيه والمهنيه، كندوز ليدونتيفيكاسيون دي بوسيبيليتي، يعني كنشوف شنو هي الامكانيات المتاحه قدامي. كنبدا الوغ نشوف شنو نقدر ندير بهاد المهارات اللي عندي، شنو كيفتحوا ليا كابواب، شنو هما المجالات اللي ممكن نشتغل فيها، واش نقدر نديفلوبي او لا نخلي شي حاجه من هاد المهارات تولي حسن باش نحقق واحد النجاح اخر ولا ندخل لواحد الميادين اخرى. كيفاش ممكن ليا نقدر نطور هاد المهارات، شنو هما المجالات اللي كيموتيفيوني يعني اللي كيحفزوني، واش نقدر كذلك انني نكمل هاد في هاد السيكتور هذا اللي انا فيه ولا في هاد لو دومين، اولا من الافضل لي انني نشوف واحد لو سيكتور جديد، شنو هما الامكانيات الاخرى المتاحه ليا الى غير ذلك. اذا هاد المرحله هي اللي كنشوف بها شنو هي كاع الامكانيات او شنو هي كاع الحلول اللي تقدر تكون متاحه بصفه او باخرى امامي، شنو هي المجالات اللي نقدر نخدم فيها، شنو هي الاشياء اللي ممكن نديرها من خلال هذيك لي كومبيتونس اللي عندي. من بعد ملي كنعرف هادشي كامل كندوز لا ثوازيام ايتاب اللي هي لو رابروشمون، يعني كنقارب. باش كنقارب؟ كنقارب المهارات اللي عندي اللي انا ديجا عندي، وكنقارب هذيك الاشياء اللي كتحفزني. اذا اول حاجه كنشوف شنو هما، واش هذيك المهارات والاشياء اللي كتحفزني واش
كتناسب السوق. يعني هذاك انايا باغي نخدم طبيب، ولكن واش عندي لا فورماسيون باش ندير هذاك الطبيب؟ باغي نخدم نكون سبيسياليست في شي حاجه في الانفورماتيك، ولكن واش عندي المهارات باش ندير هذيك المهنه هذيك؟ باغي نكون انيماتريس، باغي نتعلم ندير الاذاعه وندير الانشطه، ايه، ولكن واش هذا الشيء كيحفزني؟ ولكن واش عندي المهارات باش نحقق، وعندي الاشياء المطلوبه في السوق باش نقدر نوصل لهذاك الهدف هذا؟ اذا في هذه المرحله هذه شنو كندير؟ خاصني نمشي نشوف هذاك الاشياء اللي انا باغي نشتغل فيها، اولا المجالات اللي باغي نشتغل فيها، ونفهم شنو هما الاحتياجات ديالهم. هذيك الشركات اللي باغا انا نخدم فيهم، لاش محتاجين كوم كومبيتونس؟ شنو المهارات اللي كيطلبوا؟ شنو الاشياء اللي كيطلبوا؟ باغيه نكون شارجي دو كومونيكاسيون، واش عندي اون كومونيكاسيون فاسيل؟ واش كنعرف نهضر بالفرنسي؟ واش كنعرف نحط واحد الخطه ديال لا كومونيكاسيون مزيانه؟ واش كنعرف كيفاش ندير لي ريلاسيون بوبليك اكسيتيرا؟ اذا كنشوف شنو محتاجين في هذوك لي بوست اللي كيهموني، والشركات شنو محتاجين، وشنو واش كاين بعدا واحد الطلب في السوق على هذاك الشيء اللي باغي نخدم فيه انا، واش كاين طلب كافي ولا لا؟ ومن هذا الشيء كامل كنشوف، كنقارن كاع الامكانيات، كنقارن كنشوف، كنكون انايا ديجا عرفت واحد العدد تاع المهارات، واحد العدد تاع المجالات، واحد العدد تاع الامكانيات، وكنبدا نقارن شنو هي الاشياء اللي نقدر بالمهارات ديالي نلقى فيها واحد الشغل مناسب. اذا هذه هي المرحله الثالثه، وهي مرحله المقاربه، اولا مواجهه واقع السوق مع الواقع ديالي انا كشخص، كمهارات، كرغبات. المرحله الرابعه والاخيره هي اللي كندير فيها سكون ابل لو بروجي بروفيسيونيل، يعني نقدر نرسم المشروع المهني ديالي. كيفاش كنقدر نرسم هذا المشروع؟ اول حاجه من خلال هذاك التحليل اللي قمت به للمهارات ديالي، ومن التحليل اللي قمت به كذلك للسوق، وهذيك المواجهه ما بينهم، كنقدر ناخذ واحد القرار. كناخذ قرار على كنعرف هذاك لو بروفيل ديالي، شنو هما الشركات اللي يقدروا يكونوا مهتمين بيه، شنو هما المجالات اللي يقدروا يكونوا مهتمين به، وشنو هما مثلا لو اختاريت شي مجال عجبني وانا عندي واحد النسبه تاع المهارات وما عنديش كامله، ولكن واش كاينه امكانيه ناخذ نكمل فيه باش نوصل لهذاك الهدف ديالي؟ اذا هذه كتكون المرحله الاولى في هذه المرحله ديال المشروع المهني، انني كناخذ القرارات الصحيحه. يعني مثلا كان انا لقيت نفسي انني نقدر نخدم في هذا لو سيكتور واحد ولو سيكتور جوج ولو سيكتور ثلاثه، في هذه المرحله لا، كنكون انا واجهت وشفت الحقيقه تاع لو مارشي، وعرفت ان مثلا لو سيكتور واحد ما فيهش طلب، طلب قليل باش اولا كيطلب واحد ليكسبيريونس عاليه. السيكتور جوج فيه الطلب، ولكن طالبين واحد المهارات اضافيه اللي صعيب عليا بزاف انني انا نوصل ليها. اذا بقات لو سيكتور 3 فيه شي مهارات ناقصاني، ولكن نقدر نتعلمها، وفيه واحد الطلب اللي يقدر يكون مناسب. اذا غادي ناخذ القرار الصحيح، لانني قمت بعمليه تحليل المهارات ديالي، الواقع ديالي، وتحليل حقيقه السوق. اذا اول حاجه كناخذ القرار باش كنعرف انه هذا هو لو دومين، وهذا هو لو بوست، ولا هذا هو لي بوسيبيليتي اللي قدامي، كناخذ شنو هي الشيء اللي باغي نكمل فيه. اون فوا هاد لا ديسيزيون خديتها، كندير سكون ابل ان بلان داكسيون، يعني كندير خطه عمل، كنبدا كنقول ها هو هذا هو الهدف ديالي، انا عرفته دابا، هادشي كامل درناه باش كنعرف شنو هو الهدف ديالي. اذا هاد الهدف ديالي كيفاش نقدر نوصل له؟ انا عندي مهارات، ولكن عندي شي حوايج اخرين ناقصيني، مثلا هما كيطلبوا واحد لونغلي تكون النيفو ديالي في لونغلي مثلا مزيان. اذا غادي نقرر انني نكمل بواحد لا فورماسيون اون لونغلي، نتعلم لونغلي. اذا غادي ندير شنو هي الخطه ديالي باش نوصل لواحد لو بون نيفو اون لونغلي؟ اذا واش غادي ناخذ واحد الدروس؟ واش غادي نبدا نشوف افلام ونقرا كتب بالانجليزيه؟ غادي نتعلم عبر الانترنت؟ يعني غادي نشوف شنو هي الامكانيات اللي قدامي، وندير واحد خطه عمل اللي غادي نوصل بها للهدف ديالي. غادي ندير كذلك لي ديلي،
غادي نعرف شنو هي المدة اللي كنعطي لنفسي باش نحقق هذاك الهدف، مثلا من هنا لثلاثة الأشهر أو لا خمسة الأشهر أو ستة الأشهر، باغي نكون أنايا فريمون جو ميتريز هذيك اللغة. إذا غادي ندير الخطة ديالي على هذيك المدة، يعني كندير دي زاكسيون، ولكن كيكونوا دي زاكسيون محددين باش ما يبقاش هذاك الشيء غير كلام في الهواء، خاص يكونوا دي زاكسيون باينين ومحددين. كنشوف كذلك شنو هي الصعوبات اللي غادي نواجه، واش ما عنديش الفلوس باش ندير لي كور، واش ما عنديش الوقت باسكو كنقرا حاجه اخرى، ولا كنعاون ماما في الدار، ولا كنخدم في شي حاجه اخرى، ولا اكسيتيرا. دونك غادي نشوف شنو هي لي ديفيكولتي اللي كاينين، وغادي نشوف شنو هما الحلول اللي ممكن نلقاه لهذوك لي ديفيكولتي. واش اذا ما عنديش امكانيه مثلا ناخذ هذوك لي كور هذوك، واش ما نقدرش ندير شي اكتيفيتي واخا نربح منها غير واحد المدخول صغير اللي بيه نقدر ناخذ هذاك لو كور نصبر في هاد لا بيريود هادي. ما عنديش الوقت، غادي نشوف لا غادي ناخذ واخا غير ساعه في النهار قبل ما ننعس، ونقرا واحد الكتاب، ونشوف واحد لا فيديو ونتعلم فيها لا غرامير، ونتعلم فيها لا كونجيغيزون اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني كتبدا حتى هذوك لي ديفيكولتي كتكون حاطط ليهم واحد الحلول مناسبه، لانك خديتي الوقت وفكرتي فيهم. بهذا لو بلان داكسيون كيكون كل شيء واضح، انا عرفت شنو هو المشروع المهني ديالي، وعرفت شنو الطريقه اللي غادي نوصل بها لهذا الحل هذا اللي او اللي غادي نوصل بها لهذا الهدف اللي انا باغي نوصل له. اذا هذا الشيء هو المهم او المراحل المهمه في لو بيلون دي كومبيتونس. احنا بغيت نشرح لكم هذه المراحل، ولكن كل مرحله هذا الشيء غيبقى بالنسبه لكم تيوريك، يعني ماشي الناس كاملين غادي يعرفوا كيفاش يديروا هاد الاناليز، كيفاش يعرفوا شنو هما لي بوين فيبل لي بوين فور. اذا كل مرحله غادي نديروا عليها درس خاص، يعني غادي نشوفوا كيفاش ديروا هذاك لو دياغنوستيك الاناليز، كيفاش ديروا تاخذوا لا ديسيزيون ديالكم، كيفاش ديروا لو رابروشمون. حنا شرحناهم دو فاسون سوسانت، يعني بطريقه مختصره، بغيتكم تفهموا لو شيمينمون، يعني التتابع او التسلسل الزمني ديال هاد المراحل وشنو الهدف منهم. ولكن كل مرحله غادي نخصوا ليها درس خاص، لان هذا الشيء كيف ما قلنا مرحله مهمه في العمل، البحث عن العمل، والبحث عن العمل اللي كيناسبنا واللي غادي يخلينا نحققوا الداس ديالنا. كنشكركم على المتابعه، وكنتمنى لكم يوم سعيد، ونتلاقاو في الحلقه المقبله باذن الله.